السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. أصبحنا وأصبح الملك لأصحابه، وكما يقول المثل لا يضاع حقا وراءه مطالب. قمت اليوم الصباح نعم كالعادة، نزلت نشرب قهوتي، لقيت كم هائل من الرسائل، سواء على الفيسبوك سواء على اليوتيوب سواء على الميل متاعي، فيه نقد وتأييد الكلام اللي قلته البارح على قناة جسور مع الأخ سال وأمير وفراس وبدر. والنقد جاي من جميع الاتجاهات، سواء من بعض المسيحيين سواء من الملحدين سواء من المسلمين، حتى فما واحد يهودي. في الحقيقة النقد اللي يوصل لي أو التأييد أحزنني وفرحني في نفس الوقت. أحزنني، علاش أحزنني؟ على خاطر وقتها واحد يحكي، الناس اللي تسمعوا معناتها في مكان تحاول باش تفهمه وتعرف طريقة تفكيره ولماذا قال ذلك الكلام، مباشرة يصنفوا ومباشرة يتهموا ويسبوا. هذه من أكبر المشاكل اللي عندنا في العالم المتكلم بالعربية، وخليني في العالم المتكلم بالعربية، إنما نيش متعودين نسمع الآخر ونفهم الآخر. مازلنا ما فهمناش اللي راه وقتها نناقشه ونحكيه مش باش نقنعك ولا باش تقنعني، وإنما باش نفهمك وتفهمني. هذه معناتها نقطة جدا مهمة. في نفس الوقت أشكر الأخ سال اللي فتح موضوع ما يسمى بين قوسين إصلاح الإسلام أو إصلاح عقلية من يؤمن بالإسلام، لأن بهذا الموضوع هو فتح باب كبير وحط صبعه على الجرح. طبعا هذا الموضوع تم طرحه عديد المرات، بل خلال كل التاريخ الإسلامي تم طرح هذا الموضوع، بل من عهد محمد نفسه. ولكن الحاجة الجديدة اللي جابها سال هو إنه جمع جميع الأطراف واعطاهم الحرية للكلام، وهذا هو المطلوب. في الحقيقة المطلوب منا هو أن نتكلم مع بعض، أن نحيو العداوة من بيناتنا مهما كنا. احنا الذي ننتمي الى هذه المنطقه، منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا، لازمنا نتقرب من بين بعضنا، لان المشكله متاعنا الاساسيه هي عدم التسامح وعدم الحوار مع بعضنا، بمسلمينا بملحدينا بكل انواع مسلمينا، بملحدينا بكل انواعهم، مسيحينا بكل انواعهم، بيهودنا، بكل إنسان ينتمي إلى هذه الأرض الوسطى التي لم تفكر عبر التاريخ غزو أحد، وتم غزوها من جميع الحضارات اللي قامت أو المدنيات اللي قامت وتكالبوا عليها من أجل السيطرة عليها والاستيلاء عليها. هذه المنطقة الغنية بالتاريخ، الغنية بالمادة البشرية، الغنية بالشعوب، الغنية بالتنوع، الغنية بالثقافة، الغنية
بالثروات الطبيعية الغنية بجمالها الساحر. هذه المنطقة اللي تعتبر قدمت للبشرية منذ عشرات الآلاف من السنين، وما زالت اليوم تقدم رغم الانحطاط اللي تعيش فيه. المهم ما نحبش نزيد نطول في هذا الموضوع حول أهمية هذه المنطقة وعدم ثقة الإنسان أصيل هذه المناطق من سرياني، من كنعاني، من بابلي، من عربي، من أمازيغي، من فرعوني، من نوبي، وإنما خليني نجاوب أو نوضح بعض النقط اللي بعض الأشخاص درجة يمكن الوعي متاعهم والتسامح متاعهم ما سمحت لهمش باش يفهموا شنو هو نقصد. ماهوش تبرير أو شيء، وإنما لكي أضع النقط على الحروف فقط. هذا هو الهدف من هذه الفيديو، باش نكون أنا مع ضميري مرتاح، وفي نفس الوقت عندما يتم اعتراضي على فكرة هو من حقهم أنهم يعترضوا، يكون على أسس صحيحة واضحة وبينة. نبدأ بالنقطة على حسب الرسائل التي وصلتني من النقد، وطبعا هناك الشكر. أنا ما نتكلمش على الشكر، خلي الشكر على جهة، يعني الشخص اللي يفهم القالب نتاع الفكرة وحس شنو حبيت نقول، هذا هو اللي أنا أتوجه إليه. أما الشخص اللي ما فهمش وسب والعن، هذا باش نحاول نفهمه كان هو يقدر يفهم المغزى من كلامي. نبدأ بالنقطة بالنقطة. نبدأ بالنقطة الأولى اللي هي أكثر واحدة جاني منها السب واللعن والكلام البذيء المنحط، خاصة من طرف بعض الإخوة المسيح، هو عندما قلت في الفيديو الأخير على قناة جسور بعد ما عدالي سال مقطع لرشيد وحامد ووفاء سلطان حول قوله أنه يجب تعطيل الإسلام وقولي إن هؤلاء خونة. طبعا أنا الكلمة اللي قلتها متأكد منها، مانيش معناتها قلتها هكاك يعني صدفة أو عاطفيا. وكلمة خائن ماهيش كلمة يعني نجم ناخذوها خايبة 100%. كل إنسان هو خائن لطرف معين، هذا شيء طبيعي، مش معناتها حاجة معناتها كبيرة ياسر. إذن الكلمة اللي قلتها حول إن هؤلاء الثلاثة وغيرهم طبعا نسميهم خائنين، أقصد خائنين للمنطقة اللي جاوا منها، ولكن هم عندهم ولاء آخر، ومن حقهم، من حق الأخ رشيد وحامد ووفاء إن يعطي الولاء إلى جهة أخرى، كما من حق أي إنسان من الجهة الأخرى أن يعطي الولاء لمنطقة أخرى. هذه حرية، حرية الإنسان حر، ما نسميهاش أنا خيانة بمفهوم يعني خائن يعني ساقط يعني ما نحكيش معاه، لا نحكي معاه، ما عندي حتى مشكلة، ولكن لا أتفق معه. أنا لا أطلب العون من غيري باش نحل مشاكلي. أنا عندي مشكلة مع أخويا، وما يقول لك المثل عدو عدوي صديقي، ولكن هنا عندما يكون العدو متاعي هو أخويا نولي نطبق المثل
أنا وخويا على ولد عمي، وأنا ولد عمي على البراني. إذن بالنسبة الرشيد وحامد ووفاء، هم اختاروا طريقهم، هم أحرار، هم أحرار، أحرار أن يتخذون من طرف آخر مثل وقدوة ويتبعوهم. هم أحرار، يمنش فيهم. ولكن أنا أتكلم عن نفسي، أنا من حلش المشاكل متاعي الداخلية وما نستعينش بالبراني. البراني ما نستعينش به، لأن هذه المشكلة بتاع الإسلام هي مشكلتنا أحنا. جي تقول لي مثلا الإسلام أو عمل في أوروبا أو ضر الأخرين، أو هذه مشكلة أخرى، هذه مشكلة أخرى، وما نحبش ندخل في التفاصيل يعني في هذه النقطة. وإنما اللي حبيت نقول، كل إنسان له الحق أن يختار كما نقولوا إحنا الجبهة متاعه في الحياة. هذه ما نجموش نقعدوا بدون اختيار. إنسان من شمال إفريقيا ولا الشرق الأوسط مشى لأوروبا وانبهر بأوروبا وبالغرب وحب يتبنى الفكر الأوروبي وينسلخ عن تاريخه وعن أفكاره وعن تقاليده ويدافع على الغرب من وجهة نظره هو، على حسب وجهة نظر الأوروبية، ويدافع على الغرب من التوغل الإسلامي، عنده الحق. حامد عبد الصمد وقت جي يقول أن الإسلام يهدد أوروبا، يتكلم على أساس العقلية الأوروبية، ماهوش يتكلم بعقليتي أنا. رشيد عندما يهاجم الإسلام لأن عنده ولاء للمسيحية، يعني أموره، عنده الحق يدافع في المنطقة متاعه على الخطر اللي هده. أما في مناطقنا أحنا، واللي يعتبر نفسه مازال منتمي ووطني لمنطقة الشرق الأوسط، يدافع من الداخل، هذا إنسان حافظ على أصوله ويحافظ على العقلية أو الإطار الفكري اللي موجود فيه. إذن أنا عندما نقول خائن، خائن بالنسبة لينا، بالنسبة للشخص اللي يفكر في المصلحة من الداخل. احنا نعرف الاسلام، ما نكتبوش على بعضنا، الاسلام يكره ما يكره، بل المسلمين، بل نحن بصفة عامة، احنا طبيعتنا احنا ما نحبوش الاجنبي يتدخل في امورنا. يمكن نتضارب ويمكن نتعارك ويمكن نعملوا اللي نعمله، ولكن ما نحبوش البراني يتدخل فينا. والاسلام هو خطر علينا وعلى العالم، ولكن ما ننساش ان الغرب هذا مساهم مساهمة كبيرة في انتشار هذا الإسلام وهذه الفرقة وهذا العنف، وهذا موضوع آخر. إذن هذه النقطة الأولى. فما نقطة ثانية هي في نفس هذا الإطار واللي اتطرق إليها الأخ فراس حول مسألة ان فما أشخاص يعطيون الولاء لأحزاب يمينية متطرفة، بل هناك أشخاص حتى داخل الدول متاعنا يعني يتباهون ويفتخرون بالغرب ويحملون أسماء غربية ويحملون الأعلام الغربية ويعتبرون الغرب يعني رب. حتى مثلا وتيستدلون، يستدلون يعني يعظمون علماء الغرب على أساس إنهم المخلصين. وهذا يعني أنا ما نقولش مش من حقهم، من حقهم، أنا أؤمن بالحرية المطلقة. هناك أشخاص يمشون للغرب ويلقوا راحتهم في الغرب ويندمجوا في الغرب،
وتعجبهم الحياة الغربية ويتخلاوا على أصولهم وفصولهم ويبدلوا عقليتهم ويندمجوا في الحضارة اللي مشاو فيها، وينطلقون في الدفاع على الحضارة اللي هما فيها أو المدنية اللي هما فيها وخطر الإسلام. من حقهم، أنا مانيش ضدهم، معنتها منجيش نقول لا ما عندهمش الحق، لا عندهم الحق، ولكن ما يحسبوش رواحهم علينا. لازمنا نفرقوا. أنا بالنسبة لي كل إنسان ينجم ياخذ أي بلاد يعيش فيها ويندمج فيها. تنجم أنت تمشي للصين وتولي صيني، لكن ما عادش تحشر أنفك في المنطقة اللي أنت جيت منها وتريد تفرض عليها الفكر الصيني. يمكن تقعد في الصين وتدافع على الصين وتدافع على خطر الإسلام في الصين، أوكي متفق معك. لازم نفهم النقطة هذه، النقطة هذه جدا مهمة. نفس الشيء ينطبق على رشيد وحامد ووفاء سلطان، عندهم الحق يدافعوا على أوروبا ويحملوا علم أوروبا والغرب من خطر الإسلام في أوروبا. أما باش يجي يقول لي لازمنا نفرض عليك بالقوة الحضارة الغربية أو المدنية الغربية، ونقول له كما نقوله بالتونسي تعيا وانت تقبض. هذه مسألة مهمة. كما هو أعطاه روحه لحضارة أخرى، أنا نحافظ على حضارتي وعلى فكري وعلى الإطار الفكري اللي يخصني أنا. أنا مانيش مجبور باش ناخذ الديمقراطية متاعهم، أنا حاجتي بالحرية. أنا مانيش مطلوب باش ناخذ العلمانية كما يشوفها هو. إحنا لازمنا نلقاو أسلوب حضاري وإنساني من تاريخنا ومن حضارتنا، ويكون خاص بنا. وعندما نقول أنا الغرب، ما نكرهش الغرب. أنا بعضهم قال لي شبيك تكره الغرب، ما نكرهش الغرب، ما عندي حتى كره ضد الغرب، وأنا عايش في الغرب وأنا احترم الغرب لأنه هو فكر في مصلحته، ومانيش اللوم فيه كي دخل في خشمه في أمورنا، مانيش اللوم فيه بالعكس، خاطر احنا ضعاف، على خاطر احنا اكثرنا مع الأسف فيسع فيسع كما نقولوا احنا بالتونسي نحيو السروال. وقت نجي انا نأيد الأسد اللي هو باع سوريا لإيران، سامحني هذه تسمى خيانة. وإلا مثلا بعض الجهات في العراق اللي باعت العراق لإيران تتسمى خيانة، أو اللي بيع بلاده للغرب تتسمى خيانة. بالنسبة لي من وجهة نظري أنا، إذن أنا نعرف اللي فما زوز أنواع من الغرب. فما الغرب اللي هو المستعمر الماضي، الغرب راهو ما عادش هو الغرب اليوم، هو بيدو الغرب قاعد يتطور وماشي نحو الإنسانية. هناك أشخاص في الغرب الآن يؤمنون بحقنا في الوجود، ولكن مع الأسف هناك أيضا لوبيات وجهات وأحزاب ووراهم كنيسة إنجيلية تحب تدمرنا، وتعاون في الإسلاميين باش يبقوا إسلاميين ويوليوا دواعش وتدفع فيهم بالقوة. الخطاب اللي يعمل فيه رشيد هو خطاب كره وحقد وعنف، وهذا قلته قدش من مرة مش جديد. هذه مسألة واضحة وبينة، أنتم لاحظوا أي واحد مازال يعرف الروح متاعنا يحس في الخطاب هذا متاع وفاء سلطان متاع حامد متاع رشيد حقد وكره.
من الخلفية الحضارية الإسلامية من العالم بتاعنا، ينظرون كأن كلاب سقاط أنذال ما نسواوش. صحيح احنا عندنا مشكلة كبيرة، صحيح احنا في الحضيض، صحيح شعوبنا جاهلة أو مستحمرة، ولكن هذا لا يدوم، هذا تاريخ، هذا تاريخ، هذا لا يدوم. صحيح اللي فقدنا الثقة في أنفسنا، فقدنا الثقة في أنفسنا وما عادش عندنا القوة باش نطرح احنا بدورنا إنسانية تكون خاصة بينا وما نحبوش نفرضوها على الآخرين. إنسانية الغرب تخص الغرب ما تخصش العالم، يمكن نتفق معها في بعض النقاط ولكن لا يعني إننا نتفق عليه في كل شيء. هو عنده خلفية خاصة وإحنا عندنا خلفية خاصة، والتنوع هو في مصلحة الإنسانية. ما تمحينيش، ما تمحينيش، هذه أنت لازمك تحطها في بالك. كان استطعت أن تمحي الهنود الحمر وبعض الشعوب الأخرى التي ليس لها تاريخ، فاعلم إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يمكن أن تمحى، لا يمكن أن تمحى بتاريخها الطويل والحضاري. إذن الأشخاص اللي سبوني وقالوا لي أنت تكره الغرب، أنا ما نكرهش الغرب، بالعكس هناك في الغرب أشخاص يؤمنون بحقنا في الوجود، هناك في الغرب أشخاص عملوا بحوثات ودراسات ويعرفوا تاريخنا وما يمنعوش المعرفة متاعهم علينا. إذن المشكلة مش في الغرب، المشكلة في شعوبنا أحنا، في أحنا. والمشكلة الكبيرة صدقوني قبل ما نذكر شعوبنا هي الطبقة المثقفة متاعنا اللي معناتها بالعشرات، ما ننكروش بالعشرات الإخوة كما معناتها لي حكيت معاهم البارح، سال وأمير وفارس وبدر وغيرهم، يعني أشخاص ما نتصورش كان هما أقل وعي وقيمة فكرية من أي أمريكي أو من أي ألماني أو من أي فرنسي. بأي حق الفرنسي أو الغربي يغزر لي نظرة دونية؟ بأي حق؟ لماذا؟ لأن خلفيتي إسلامية؟ أو لأنني أتيت من العراق أو أتيت من سوريا أو أتيت من مصر أو أتيت من شمال إفريقيا؟ لا يا سيدي، أنا بشر وأنت بشر، أنا نحترمك في بلادك، أنا متفق معك، وأنا ضد كل من هو يأتي من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويريد أن يفرض على الأوروبي تقاليدنا باسم الإسلام أو دون الإسلام، وهنا نقف ضد هذا الشخص. لا تغير الشعوب، خلي الشعوب مسؤولة عن نفسها. ما عندوش الحق الصيني يجي يفرض علي التقاليد متاعه، وأنا ما عنديش الحق نفرض على الصينيين أو الغربيين التقاليد متاعه. هذا التنوع البشري، التنوع البشري، وهنا نعطيه الحرية للبشر. أوروبي تعجبوا عيشتنا مرحبا بيه، يجي معانا ويندمج معانا ويولي معناتها يفكر كيفنا ويحبنا ونحبوه. نفس الشيء واحد كيما مثلا رشيد ولا حامد ولا وفاء سلطان، تلقى راحتها في الغرب وعلى حسب الحضارة الغربية، وعندها الحق كما قلت تدافع على الغرب من موقعها، ولكن لا تأتيني مستعمرة. هنا هذه هي اللي نسميها الخيانة، ما يجينيش على دبابة أمريكية، ما يستخدمش وسائل معناتها نجم نقولوا احنا غير إنسانية. ما كنتي في الغرب دافع على الغرب، وانا هوني ندافع على بلادي، على أرضي، على أرض أجدادي، على الأرض اللي اخترتها أنا باش تكون أرضي وحضارتي.
إذن بالنسبة للأخوة اللي بعثولي، رأوا أنا ما عندي حتى عداوة للغرب، واحترم الغرب، وهو يفكر في مصلحته، وأنا ضد من يريد أن ينشر العادات والتقاليد متاعنا في الغرب، كما ضد أنه يتم محونا، ضد يتم محونا احنا كحضارة وكعادات وكتقاليد. لازمنا نبنيه من خلفية متاعنا التاريخية الكبيرة، حضارتنا الإنسانية الخاصة بنا، وطبعا تكون هناك من بعد مبادئ وقيم إنسانية نتفق عليها الكل، ولكن كل واحد الخصوصية متاعه، وهذا اللي يجعل أكل نوع البشري والإنساني، وهذا اللي يخلي معناتها البشر يتعرف على بعضه ويستفيد من بعضه ويتقدم نحو الأمام. الأشخاص اللي في الغرب اللي يحبوا يمحيونا، ونقول لهم أول حاجة ما تنجموش تمحيونا، ما تنجموش، على خطر الأشخاص اللي يقول لك الإسلام لا يمكن أن يصلح ومستحيل ولازم نفرض عليهم وكذا وكذا وكذا، هو الهدف متاعه هو إخلاعنا وإذلالنا، هو الهدف متاعه إنه يخلينا نتوجه يا إما نحو الإسلام الداعش لكي يقصفنا ويقتلنا، أو نأتيه في الأحضان ونسجد ونهبط له السروال. نوجه كلامي للمسلمين وشعوبنا، ما تقعوش في هذا الفخ، راهو مش أمامنا حلين، يا إما الإسلام الداعشي يا إما الاضمحلال، عندنا حل ثالث. الحل الثالث هو إننا نستخرج من عاداتنا وتقاليدنا حضارة إنسانية خاصة بنا، وتكون مناسبة لمستوى التطور والوعي الإنساني الحاضر. المهم، شكرا لكل من أرسل رسالة، وشكرا للنقد وحتى للسب، ولازمنا هذه الخلافات الكل، وما عندي حتى عداوة شخصية ضد أي إنسان، وإنما نقول رأيي بكل حرية، وهو عنده الحق يقول رأيه بكل حرية، وهذا هو النقطة المهمة، هي الحرية وفهم الآخر. شكرا، ومع فيديو قادم، وبسلامة.